بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا ولادي. النهارده هنتكلم في ثالث محاضراتنا فيما يتعلق بالانشورنس كونتراكت. بعد كده هنتكلم في ثاني محاضراتنا فيما يتعلق بالليبر لو، او برضو جزء منها كنت بتكلم مع الدكتور بكر دلوقتي وقال لي ان هو بيديلكوا تايب اوف كونتراكتس، هي شويه ريليتد وفي انديكيشن ليها في الكتاب فيما يتعلق بالامبلويمنت كونتراكتس نتكلم عليها برضو. قبل ما نبتدي المحاضره طبعا الليبر لو الكتاب ابلودد دلوقتي موجود، والشابتر الاول في الانشورنس كونتراكت موجود، الشابتر الثاني ان شاء الله هيتعمل له ابلود الاسبوع ده. قبل ما نبتدي المحاضره لازم نكون عارفين ان احنا عندنا ميد تيرم اخر الشهر، اوكي؟ ده مش قراري، ده قرار الكليه. هنقول بعد كده ان شاء الله وهنحدد المطلوب منكم ايه بالنسبه للميد تيرم ان شاء الله. طيب اتكلمنا النهارده دلوقتي هنشرح او نبدا شرح هنا في الانشورنس كونتراكت. اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت واتكلمنا على الديفينيشن اوف انشورنس كونتراكت، اتكلمنا عن الانشورنس نفسه كسبجكت، السبجكت اوف انشورنس، اتكلمنا عن البيربس اوف انشورنس او هنتكلم عنه النهارده، والنهارده هنتكلم كمان على الكلاسيفيكيشن اوف انشورنس برودكتس. انشورنس كونتراكت زي ما اشرنا في المحاضره اللي فاتت، عشان واحنا استعرضنا في المحاضره اللي فاتت ديفينيشن اوف انشورنس كونتراكت ان اوروبيان ليجيسليشنز، النهارده هنتكلم هنتكلم برضه في الجزء الاولاني من المحاضره على الديفينيشن اوف كونتراكت اوف انشورنس كونتراكت according to article number 747 of civil law. ليه civil law؟ على الرغم ان احنا عندنا insurance law، لان زي ما هنشوف يا ولاد بالنسبه سواء للليبر لو او insurance law الريفرنس في سواء الانشورنس او الليبر او الامبلويمنت كونتراكتس هو في سيفل لو. بالنسبه ل كل الايتيمز which not stipulated either in insurance law or in labor law، المرجعيه يا اولاد في سيفل لو، في القانون المدني. يبقى تاني وخلي بالكم، وبرضو احنا هنحاول في كل محاضرة ان احنا نعمل comparison between rules which stipulated in insurance law and rules which stipulated in labor law. هنعمل comparison بين الاثنين. ليه؟ عشان نفهم، عشان ما يحصلش عندنا نوع من الconfusion. طيب اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت وقلنا يا ولاد كلاهما، كلا القانونين الريفرنس بتاعه سيفل لو. انت فيما يتعلق زي ما كنت بقول من شويه باي ايتم، اي بوينت، اوكي، which doesn't regulate in either insurance law or labor law. يعني النقطة اللي مش منصوص عليها ده معناها ايه؟ معناها لو كان الايتم او النقطة دي منصوص عليها في قانون التأمين يطبق قانون التأمين، منصوص عليها في قانون العمل يطبق قانون العمل. الريفرنس بنرجع ليه امتى؟ فيما يتعلق اسم قانون التأمين وليس قانون التأمينات. اوكي؟ لأن التأمينات ده السوشيال انشورنس ده كونسيدر ا بارت اوف ليبر لو. كويس ان انت اشرت النقطة دي، رغم ان عندنا a part of insurance products related to اللي هي السبجكت
اللي هي in return. ممكن يكون متعلق ب السوشيال انشورنس. السوشيال انشورنس لان هو ده شكل من اشكال الايه التامين، وهنتكلم فيه تفصيلا ان شاء الله في الشابتر الجاي. شكل من اشكال التامين، وهنتكلم عن فيما يتعلق بالبنشن او بنشن يطلق عليها اللي هو المعاش. المعاش اللي بياخده اي شخص ريتايرد، اوكي، بياخده ليه؟ لان كان في تامين عليه خلال فتره الايه العمل. وبالتالي زي ما بقول لك ده شك او ده انفولفد بال ليبر لو، لكن هندرسه كشك او كتايب اوف انشورنس كونتراكت. اوكي، طيب احنا قلنا يعني ايه كونتراكت. Insurance contract to define and to analyze and to understand. Insurance contract, we had to define both of terms, contract and insurance. احنا قلنا insurance contract can simply define as agreement to well, considerable well, considerable well, legal well. معناها ايه؟ برافو عليكي. ان احنا لو كان عندي factors leads to exclude voluntariness of conduct effect on well، عندي اسباب من شأنها ان هي تعدم voluntariness of conduct، طوعية السلوك، زي الايه؟ زي السين والإنسين. طبعا احنا ما شرحناش، مش شرحت لكم المحاضره اللي فاتت الفرق بين السين والإنسين اوتوماتيزم. السلوك اللي هو يعني بنقول اوتوماتيزم تعني ايه؟ تعني ان الكوندكت تمبرور او جاست بيرسون تمبرور اكت ان ميكانيكال فاشن، مش ميكانيكي يعني حركة، يعني حركة ميكانيكية. يعني ايه؟ يعني يكون هنا الكونتاكت not under mind control. ركزوا معايا في النقطة دي يا اولاد. النقطة دي كان مفروض كنا يعني نشرحها السنة اللي فاتت في الكرام ثيوري، وهي دي ريليتد للكونتراكت. امتى تكون ال well considered legally considered؟ يعني ايه عارض؟ ما هو احنا خلي بالكو الاكسبريشنز، انتوا درست الكونتراكت بالعربي ولا بالانجلش؟ بالعربي مش بالانجلش. ما عندناش حاجه اسمها عارض من عوارض المسؤوليه بالانجلش. احنا بنتكلم على ايه؟ ال voluntariness of well or voluntariness of conduct. هل الكوندكت اللي هو results from well، واحنا هنفرق يا اولاد وخلينا نشرح النقطه دي ببعض التفصيل، هنطول النهارده في المحاضره شويه بس عشان نفهم الفرق بين الwelling of conduct والvoluntariness of conduct، طوعيه السلوك وعمديه السلوك. في فرق كبير بين الاثنين؟ اه في فرق كبير بين الاثنين. ازاي؟ خلينا الاول نتكلم عن الويلنج اوف كوندكت، اراده السلوك. الويلنج اوف كوندكت goes on path of negligent of conduct careless reckless of conduct. عندية السلوك بتسير في فلك الاهمال وعدم الاحتراز. طب خلينا، وان كان النقطه دي
مش انسكوب في الكتاب، ولكن خلينا نشرحها عشان نفهمها لمجرد الفهم فقط. الكاتيجوريز اوف انتنس، خلي بالكم، الفولنتريز اوف كوندكت توتال انفولفد ويز اكت ويز كوندكت نوت انتنس اور مينز ريال. مش بالركن المعنوي ولكن بالركن المادي. الفولنتريز اوف كوندكت كونسيدر required condition for legally validation of conduct. عشان يكون السلوك معتبر قانونا صالح قانونا لانتاج to reflect or to cause legal effect. مش احنا قلنا يا اولاد ان الكونتراكت can simply define an agreement between two or more dwells, two or more or more. يعني عندي minimum limit two. ما عنديش maximum. وإن شاء الله في آخر السمستر لازم هديكوا drafts وعلمكوا إزاي تعملوا formality contract. إزاي تصيغوا العقد. لأن دي واحدة من أهم الحاجات زي ما قلت لكم في أول محاضرة. الانشورانس كونتراكت عكس يمكن الكرام ثيوري، كريمنال بينالتي ثيوري، الكريمنولوجي، الكريمنال بروسيجر لولا هتدرسوه السنة الجاية. الحاجات دي كلها بيزكس وجنرال برينسيبلز، لكن براكتيكالي مش هتلاقي لها استخدام كتير في حياتك العملية. العقود اللي يوم ما تتخرج هتلاقي لها استخدام كتير قوي في حياتك العملية. عشان كده وانا بعمل المادة العلمية ببقى قاصد ان انا اعمل mixing between practical and general principles. اوكي؟ طيب. احنا قلنا ال contract agreement between two or more wealth. It means that two or more legal acceptable well had to meet for subject of contract. Subject of contract. Okay? بالتالي أنا عندي contract reflected from well. طيب عشان يكون الcontract ده اللي هو اساسا انيشيت الاجريمنت، الانيشيشن اوف اجريمنت قائمه على ايه؟ سلوك، مش كده؟ انت ما بتوقع العقد او ما بتدي اكسبتنس او ما بتقدم اوفر، مش ده سلوك؟ واحد النقاط اللي هنتكلم عليها برضو في الشابتر 2 سايلنس كونسيدر اور كود كونسيدر a means of offer and acceptance or not. لو احد الطرفين التزم الصمت لا قال اه ولا قال لا، لا قدم offer ولا ادى acceptance of offer، هل نقدر نعتبر ده offer او acceptance؟ هنتكلم فيها تفصيلا وهنشير لها دلوقتي. In general لا، بس exceptional اه. امتى؟ برافو عليك اه. اما يطلق عليه حتى باللغه العربيه السكوت الملابس. هنا بالسكوت خلي بالكم، هنا الامبريشن اوف ويل، التعبير هنا مش إرادة سلبية، خلي بالكوا يا أولاد، هنا مش نيجاتيف ويل، هنا بوزيتيف ويل. الديفرنس مش بيلت راوند نيجاتيف أور بوزيتيف ويل، ولكن إيه؟ مينز أوف إمبريشن أوف ويل، إزاي عبرت عن الإرادة. عشان كده حتى بيطلق عليها باللغه العربيه سكوت الملابس،
يعني ايه زي ما بيقولوا كده في عقد الزواج، في الزواج بالنسبه للبنات السكوت عيب، حتى بيقولوا علامه الايه يعني ايه، يعني ايه علامه الرضا؟ يعني indication، يعني silence هنا indicator to accept this. يبقى السايلنس في حد ذاته ما ينفعش يبقى acceptance ولا offer، لكن ممكن under certain conditions consider indication of acceptance not for offer. كلمة السكوت علامة الرضا مع لازم نعملها analyzation نحللها. مش معنى كده أن الإرادة الصامتة الساكنة تصنع agreement create agreement إطلاقا، لكن التعبير الصامت عن الإرادة يصلح under certain conditions. certain conditions اللي أنت قلت عليه أن يكون تعبيرا ليس منشئا لعلاقة تعاقدية ولكن كاشفا لإرادة إيجابية. فهم النقطة دي يا أولاد؟ مش الإرادة السلبية، الإرادة السلبية in general لا تصلح انها تعمل اي انيشيشن لاي اجريمنت اطلاقا، عكس ما شفنا في الكرام ثيوري السنه اللي فاتت بتاعتكم الدكتور حسام، اللي هي الايه الفيجرز ايه ايوه الفيجرز اوف كوندكت، ما يطلق عليكم اوميجن. اوميجن عرفت اوميجن دي منين؟ طب يعني ايه اوميجن؟ يطلق على الاكسبريشن failure to act. failure to act had to be based upon legal duty to act positively. خش يا ابني، لازم تكون قائمة على واجب قانوني to act positively. احنا قلنا الفيجرز بتاعتها ايه؟ اما تكون contractual relationship او special relationship او طب خلينا في الاولانية او special relationship. تمام، خلينا في الكونتراكتشوال ريليشن شيب، الكلام اللي احنا قلناه السنه اللي فاتت. كيف تنشئ الاراده العلاقه التعاقديه التزاما قانونيا زي البيتش كات قائمه على كونتراكتشوال ريليشن شيب؟ هناخد بقى منها الجزء ده اللي يخصنا احنا في الكونتراكت وهيخصنا في الانشورنس كونتراكت تحديدا. الاراده او العلاقه التعاقديه هنا ايه؟ كرييت اوبليجيشن. هذا الالتزام، هذا الالتزام اللي هو legal obligation which created from agreement could carries criminal liability. criminal liability under certain conditions في بعض الأحيان الالتزام الناتج عن إرادة تعاقدية ممكن ينشئ مسؤولية جنائية، بس ده exception ولا ده rule؟ ده exception. خلينا من الجنائي، خلينا في الانشورنس كونتراكت. نفس الروز فيما يتعلق بالليجل كونسيدرابل كوندكت. عندي فاكتورز ليز تو اكسكلود فولنتريس اوف كوندكت، مش ويلنج اوف كوندكت. الاراده التعاقديه اللي بتنشئ تعاقد لازم تكون هنا ايه؟ willing عندية. الإهمال لا ينشئ علاقة تعاقدية. تاني، الإهمال لا ينشئ علاقة تعاقدية إطلاقا. عدم الاحتراز لا ينشئ علاقة تعاقدية إطلاقا. كنا بنتكلم على الكاتيجوريز اوف انتنت. أول كاتيجوري يطلق عليه بيربوزلي. بابزلي انتنت، انتنت الناحيه اللي هي
الركن المعنوي او الاراده الباسر انجيج ان كونتاكت وذ بيربس تو كوز سيرتن بادرس. ده بالنسبه لل هنا عندنا برضو نفس الحكايه البارتي اوف كونتاكت انجيج ان كونتاكت وذ بيربس تو انيشيت اوبليجيشن. البارتي طرف العقد الكونتراكت بارتي انجيج ان اجريمنت وذ ا بيربوس تو انيشيت اوبليجيشن ليجل اوبليجيشن اللي هي الكونسيكونس اوف اجريمنت. مش احنا عرفنا العقد اجريمنت بين تو مور بارتس ويتش results or results obligation. Obligation in such a case means legal obligation, legal effect obligation. واحنا قلنا يا اولاد عندي obligations ممكن تبقى في حق طرف واحد زي عقد الايه الهبة. عقد الهبة اتكلمنا فيه المحاضرة اللي فاتت ون. هذا العقد لا ينعقد بإرادة واحدة. أنا قلت لكم الجراب ده خد يا بنتي ده هدية ليك. ده عقد ولا مش عقد؟ عقد. انعقد بإرادة واحدة ولا بإرادتين؟ حد عنده رأي تاني؟ طب انت ما قبلتيش يبقى في عقد. طب انت سكتي هو ده ما يطلق عليه silent acceptance. يبقى العقد انعقد بإرادة واحدة لكن الالتزامات خلي بالكم هو كل بارتي double side side obligation side right. طبع على عقد التأمين ده دبل سايد. الانشورر شخص شركة تأمين انشورنس كامبل اوكي provide coverage for either risk possibility of risk اوكي or possibility of occurrence event. مش شرط يكون ريسك مش شرط يكون دامج. احنا قلنا الايفنت اللي ممكن يكون بوست زي ايه؟ تشايلد بيرث شخص متوقع. لان هي زي ما هنشوف دلوقتي فلسفه التامين بتقوم على ايه؟ بتقوم على نقطه مهمه جدا to provide protection against event either positive or negative. Just event create financial burden. The financial burden create a burden for insured party. Just. انت معانا ولا انت جايه تايهه؟ انت معانا يا بنتي في الدفعه؟ طيب. يبقى خلي بالك يا اولاد، الايفنت ده ممكن يكون بوزيتيف او نيجاتيف. ده مش السبجكت ولا البيربز اوف انشورنس. البيربز اوف انشورنس بيلت راوند سبيلز ذا بيلدينج which may be reflect from such event. Low financial burden spelled such burden from insured to larger community. من الشخص ده ما هو حتى لو كان الحدث نفسه ايجابي مرغوب
مش ده التارجت. التأمين يا أولاد أو الغرض من عقد التأمين أو موضوع عقد التأمين مش الحدث، ولكن الضرر المالي أو العبء المالي. العبء المالي تاني الفاينانشال إيه؟ بيردن. التأمين هنا بيعمل إيه؟ بيعمل يا ليميتيشن، يا ليميتيشن، يا إليمينيشن أوف ساتش بيردن أند سبيرز such bill from insured part to larger community. تأمين هنا وظيفته انه يقلل الاعباء الماليه الناتجه عن تحقق موضوع التأمين اللي هو الخطر او اللي هو الحدث على حسب الاحوال، حدث سواء ايجابي او سلبي هيترتب على. خلي بالكو احد شروط هذا الايفنت ان يكون ايه؟ نوت برافو عليك، ما يكونش هنا في انفيتابيليتي، ما يكونش فيه. لو في انفيتابيليتي ما ينفعش، ما يكونش انفيتابل، ما يكونش محقق. اوكي، لازم يكون متوقع، متوقع، متوقع وليس متيقن. وهنتكلم وهنقول ليه دلوقتي. المهم، طيب النيجليجنس البيرسون انجيجينج كونداكت without any purpose to cause or to achieve certain result, but he or she aware that bad result practically certain shall occur, but he didn't engage in conduct with a purpose to cause such result. ده الفرق بين السلوك العمدي وبين يعني زي ما بنقولوا ايه القصد العام. شخص بيعمل السلوك هو مش عايز حق النتيجه بس هو عارف النتيجه دي هتحط. الفرق بين الريكلس والنيجليجنت مش هن يعني مش هنتكلم فيهم في عجاله لان طبعا مش موضوع محاضراتنا. ان في الريكلس ديفندنت عمل او الشخص نفسه او البيرسون نفسه ما عملش السلوك بغرض تحقيق النتيجه، بس هنا ايه؟ عمل السلوك وهو ان الريسك هي with aware of risk and although he with aware of risk he decide to take a risk. اما في النيجليجنت ما عندوش او اونس بالريسك، but reasonable person had to be aware. الشخص المعتاد لازم يكون ايه؟ aware. طيب نيجي لل contract insurance contract agreement between two or more parts. ال well هنا انشيت agreement بيبوز دي، يعني كل طرف من الأطراف، كل طرف من الأطراف إرادته هي اللي بتعقد الإيه؟ العقد. الإرادة دي عمدية ولا إهمالا؟ عمدية. هو قاصد. ده بالنسبه لل انت. نيجي لل required conditions for ال well او conduct نفسه. لازم يكون voluntary طوعي. الفرق بين الwilling، احنا قلنا الwilling party engage in conduct with a cost with a purpose to initiate obligation. اوكي طيب الvoluntariness of conduct حاجة تانية خالص. تعني إيه؟ إن يكون الكوندكت undermines control، السلوك تحت سيطرة العقل. عشان كده هنتكلم في الفاكتورز which exclude voluntariness of conduct في عجالة. عندي عوامل من شأنها إن هي تعدم توعية السلوك اللي هي موانع المسؤولية. أوكي؟ إيه الفاكتورز دي؟
طبعا الانسانيتي. الفرق بين الانسين والسين، الانسانيتي هنا بيرمنت، يعني الشخص المجنون خلاص هو كل سلوكياته is not under mind's control. اطلعوا في الباب. اوكي، مش temporal، مش بشكل وقتي، لا، ده هو عنده مشكله في المايند بتخلي سلوكياته not reasonable نتيجه حاله الانسانيتي. الايج اندر ايج نفس الحكايه. اوكي، لكن انا عندي شكل تاني من اشكال، ودي لازم برضو يكون اورينتد بيها فيما يتعلق بالعقود، شكل من اشكال الفاكتورز which exclude voluntariness of conduct اللي مطلق عليه سين اوتوماتيزم. سين هذا الشخص سين مش انسين، عاقل مش مجنون، ولكن temporary he or she conducts or acts absence of mind control، زي حالة sleep walker، شخص اللي بيمشي وهو نايم، شخص اللي بيمشي وهو نايم ولو وقع على عقد. هل دي حالة insanity؟ هل دي حالة جنون؟ يبقى السين اوتوماتيزم تعني ايه؟ تعني الاوتوماتيزم تعني ايه؟ تعني ان in certain case under certain conditions person behaves in mechanical fashion، بشكل ميكانيكي. in mechanical fashion زي السليب ووكر، شخص اللي وقع على العقد وهو unconscious، مش نتيجة البلبسي، مش نتيجة صرع، لا، بيمشي ماشي وهو نايم، جه ماشي وهو نايم، حد وخلاه مسك ايده وبصمه على عقد. العقد هنا انعقد؟ انعقد؟ اه؟ لا، لا، ما انعقدش. هنا الإرادة معتبرة؟ يبقى نعقد العقد ازاي؟ هل دي حالة انسانيتي؟ حالة جنون؟ هل دي حالة ابسولوت فورس؟ هو قهرة؟ حادث فجائي؟ عشان كده دي شكل من اشكال الاكسكلوجن اوف فولنتريس اوف كونداكت اللي فيها لا هي ابسولوت فورس ولا ريليتيف فورس ولا انسانيتي ولا ايج. فالشخص اللي بيمشي وهو نايم، لو حد كده خلاه ماشي وجاب الفينجر برينت بتاعه وقع على العقد، هل هنا انعقد العقد؟ لا. ليه؟ لان مفيش voluntariness of conduct، مفيش طوعيه للسلوك، مش قائمه على حاله جنون ولا قائمه على صغر سن، لا. طيب الإرادتين بيتلاقوا على subject. اوكي، يبقى conclusion of conduct built around subject، موضوع العقد. عندي في العقود اللي هي يطلق عليها الان ريتار، مش الادهيجن، الان ريتار، عندي ادهيجن وعندي ان ريتار. العقود اللي فيها التزامات ان ريتيرن تعني ايه؟ الاوبليجيشنز هنا على كل بارتي، كل طرف له حق وعليه التزام. الحق بتاع طرف يعتبر التزام للطرف الثاني، والالتزام بتاع طرف يعتبر حق للطرف الايه؟ الثاني. كل ده انترودكشن عشان نخش بقى في موضوع محاضرتنا النهارده. نيجي للانشورنس كونتراكت، the definition of insurance contract. احنا قلنا يا اولاد عندي parts of insurance contract. الانشورر اللي هو insurance company
تعالى يا دكتور اتفضل. وعليكم السلام. تفضل. ازيك يا حسين محمود؟ دول بالذات ازيكم؟ عاملين ايه؟ ازيك؟ انت زعلان مني؟ عبقري ازيك عامل ايه؟ وانت عبقري برضه. عيال يا دكتور طيب؟ لا لا ازيكم عاملين ايه يا ولاد؟ انا سعيد ان انا شفتكم، انا لازم اشوفكم النهارده. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انت عامل ايه؟ انتظمت ولا لسه؟ لا تمام. اقعدوا تاني احضروا معانا. ما تحضروا معانا. في بارو كتير عندنا في الشعبة عايزين تحضروا. هاي كان واقف بالعربية ولا كتير هناك. تخش على طول. ما في بتاع. انا هقعد هنا عشان اسمع. لا لا لا. انا زي ما تحب. طيب يا دكتورة ما ينفعش علي جنبي. طيب يبقى احنا عندنا يا اولاد الصوت المحاضرة النهاردة طويلة قوي، فما نضيعش وقت. طيب يبقى احنا قلنا يا اولاد الكونتراكت اجريمنت بين تو اور مور بارتس، هنطبق ده على الانشورنس كونتراكت. وبليز تو باي الانشور ايزر تو ذا انشورد اور بنفيشري. ان ذا كيس اوف اوكيرنس ايفنت ده ممكن يبقى اكسيدنت أو danger، وممكن يكون positive event زي birth of child. هنا birth of child certainly لا، ممكن يتولد وممكن لا قدر الله ما يولدش. In return of a or for a premium or other financial payment. يبقى عرف لي عقد التأمين بتعريف ايه؟ واجبات اطرافه. الانشور نفس الدايركشن اللي مشى عليه والدايمنشن اللي مشى عليه الدايمنشن اللي كان فيه التشريعات الاوروبيه. كلها عرفت عقود التأمين بنفس الميكانيزمز وبنفس الرولز. تحديد حقوق وواجبات الاطراف. بس يمكن اختلف هنا المشرع المصري انه اضاف تعريف للبنفيشال، الشخص اللي هو من اجله ابرم عقد التامين. وعرف لي شكل من اشكال الان ريتورن، بس دي هنا فور اكزامبل. اما تكون سالري، اما تكون ويجز، ممكن تكون سوف من على حسب. هنا بتختلف على حسب اتجاه الاطراف على ايه، الاطراف اتفقوا على ايه. اوكي طيب، من هذا المنطلق وبعد ما شرحنا الجزء ده كله هنبدا نتكلم على نقطتين مهمين جدا، اللي هي الامبورتنس اوف انشورنس. واي انشورنس؟ واتس ذا امبورتنس اوف انشورنس؟ والكلاسيفيكيشن اوف insurance products.
importance of insurance. Insurance removes. وده التارجت. Target of insurance contract. To remove. Or limit. Burden, financial burden of certain types of random events. Certain types مش معناها يا ولاد مش معناها اطلاقا ان الاوكيرينس اوف ايفنت هنا هيكون certain. لا probably. عشان كده من ضمن البوينتس اللي احنا اتكلمنا عليها او الكونديشنز اللي اتكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت البروبابيليستكس اوف ايفنت احتماليه الحدث زي ما قالت الدكتوره لميا الحدث لازم يكون ايه لان العقد نفسه ايه من العقود الاحتماليه البروبابيليستك اوف ايفنت لازم يكون محتمل لكن certain types of random events تعني ايه تعني ان هذه الاحداث مش random عشوائيه ممكن تحدث ممكن ما تحدث ال events دي ممكن تبقى negative زي death زي ال injury او اي harm يحصل لل human integrity السلامه الجسديه واحد يأمن على حياته سواء التأمين ده لمصلحته تاني أو لمصلحة البنفشري الغير أي مكان الغير ده ابنه دخلته أي مكان عن أي ها هيحدث في الانتجريتي بتاعته اللي هي من انتجريتي السلامة الجسدية بالشرط موت الإصابة العجز وهنتكلم فيها تفصيل وممكن يكون بوستر زي بيرث او البوسيبيليتي اوف بيرث اوف تشايلد هنا بوستر وبالتالي هنا بيخضع لقاعده او بيخضع لشرط البروبابيليستيك اوف ايفنت طيب ده ليه عشان زي ما قلنا يا يعمل ليميتيشن يا يعمل limitation يا إما يعمل elimination للبردن financial burden which may be results from such random event لازم يكون هنا financial يعني could be evaluated with money Okay. طيب. Such burden insured party could not carry alone. So, one of the purposes of insurance contract to spells such burden from insured to larger community. المجتمع كله. لانه مش هو لوحده بس اللي هيدفع البريميوز لا الناس كلها هتدفع لكن الانشورر هيدفع لمين shall pay to only who will suffer of the event the purpose of or the subject of insurance contract طيب ده بالنسبه للايه دايركشن ده او التارجت ده بالنسبه للانشورنس بارتي لكن هل ده التارجت الوحيد من انشورنس كونتراكت لا انشورنس كونتراكت كونسيدر ا سورس اسينشال سورس اوف ناشونال ايكونومي ده مصدر من مصادر الدخل القومي ازاي مصدر من مصادر الدخل الايه يا اولاد
القومي ازاي؟ هنا الانشورز اللي هما شركات التامين بتجمع البريميوم. خلي بالكم يا اولاد، البوليسي هولدر او البينيفيشري او الانشورد بارتي ليه بيقرر يعمل عقد تامين؟ عشان ايه؟ عنده ورم، هو عنده قلق. هو كويس ان انت قلت يحمي نفسه، بس يحمي نفسه من ايه؟ من قلق. قلق من حدث، الحدث ده ممكن يكون ايجابي او سلبي. طب لو ما فيش، خلي بالكم خلي بالكم احنا بنتكلم على تاثيره على الاقتصاد القومي. طب لو ما فيش تامين انت هتعمل ايه؟ هتاخد جزء من الانكم بتاعك وهتبدا زي ما بيقولوا كده ايه، سيف، ده السيفنج ماني، هتحوشه عشان تواجه الايه، الخطر المحتمل، مش كده؟ طب لو كل ال100 مليون او الحدث المحتمل، لو كل ال100 مليون تصرفوا نفس التصرف، ده يترتب عليه ايه؟ اضرار على الاقتصاد القومي. لازم يحصل سيركيليشن لل فاينانشال ريسورسز. ما هو لو كل الناس خدت فلوسها كده زي ما بيقولوا بالبلدي وحطيتها تحت البلاطه، هيحصل ايه؟ هيحصل كساد، والكساد هترتب عليه ايه؟ تضخم. فده بيعمل انكارج، تشجيع للاشخاص ان بدل ما تشيل فلوس تضخها في ايه؟ في عقود التامين، فترجع للاقتصاد الايه؟ القومي. فهيقل الكساد، مش بس كده، ده مش بس كده، الانشورنس نفسه، انفستورز اللي هم مستثمرين بيجمعوا البريميومز بيعملوا بيها ايه؟ بيستثمروها. كل شركات التأمين ستيك هولدرز في كامز، هي الشركة نفسها أباط أف ستيك ماركت، هي 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 أساسا في البورصة. كل شركات التأمين في البورصة، بتضارب في البورصة، وهي أساسا شركات مساهمة ولها أسهم في البورصة. فبالتالي الانشورنس اندستري مش بس بروفايد ا بروتكشن فور اس، بات اولسو بروفايد امبورتنت سورس فور ايذر فور لونج تيرم او شورت تيرم فاينانس، ايذر فور برايفت سيكتورز او ناشونال ايكونومي. اوكي طيب، سو انشورنس اور انشورنس كومبانيز بلاي ان امبورتنت رول ان ناشونال فاينانشال سيستم بوث انستتيوشنال انفستورز بروفايد لونز فور فاريوس اندستريز، كمان هي بروفايد بروتكشن فور اندستري، وبالتالي بتعمل انكا، بتعمل ايه؟ انكارج للايه؟ للانفستمنت. هي ما بتامنش على الاشخاص بس والاموال بشكل فردي، وهنشوف دلوقتي في انواع التامين، هي بتقدم خدمه تامينيه للمشروعات البروجكتس. كل الانفستورز، كل المستثمرين مامنين على ايه؟ على مشروعاتهم. فبالتالي المستثمرين دول يقدم ليهم حمايه، او التامين بيقدم لهم حمايه، بتشجعهم انهم ايه؟ يستثمروا، لان القلق الناتج عن احتماليه تحقق خطر تقريبا ما بيبقاش موجود، هم مغطينه. فهنا بشكل او باخر احنا قلنا
مش بس هي بتوفر الأمان للأشخاص، الإحساس بالأمان اللي يخليهم يشتغلوا ويخليهم زي ما بيقولوا كده بالبلد يطلعوا اللي تحت البلاطة، فما اللي تحت البلاطة ده بيعمل كساد فبيضخ الأموال دي تاني في الاقتصاد القومي. كمان هي لما بترد أو ما بتدي المقابل الانري تاون بتدي لمين؟ للي تحقق للخطر. طب اللي ما تحققش شكرا، الفلوس دي راحت فين؟ اقتصاد القومي. اوكي، حقيقة مصادر دخل سواء للشركة نفسها كبرايفت سيكتور او للناشن اكونومي اقتصاد قومي. كمان هي مستثمر، هي سيركوليشن يا ولا هي يعني هي كومبليكيتد، هي العقود التأمين مش بالسيمبل عشان تتفهم ان هي جاست اجريمنت، لا مش بس اجريمنت، لا الموضوع اكبر من كده بكتير يا اولاد. ده عصب عقود التأمين، هي عصب الاقتصاد القومي. مفيش استثمار، مفيش مستثمر هيجي يضخ رؤوس امواله من غير ايه؟ ما يأمن نفسه. بيأمن نفسه ازاي؟ من خلال الانشورنس كونتراكت. فهو مأمن نفسه ضد المخاطر، يوم يتصرف بأريحية. اوكي، مش بس كده، هي نفسها الشركات مستثمر مساهم في شركات كتيرة، هي في البورصة، أسهمها في البورصة وتساهم في شركات أخرى بتدي قروض لوز لشركات. فعشان كده التأمين مش بالبساطة اللي تخلينا يعني نفهمه أو نستوعبه كمجرد علاقة تعاقدية تجاه إرادتين فأكثر لأحداث أثر قانوني، الأثر القانوني شكل التزام تعديل إنهاء إلغاء التزام اللي هو تعريف العقد اللي احنا عارفينه واللي احنا قلناه قبل كده في المحاضرات اللي فاتت. لا، تأمين الدايمنشنز بتاعته والدايركشنز بتاعته والتارجتس بتاعته أكبر من كده بكتير، ده عصب الاقتصاد القومي. عشان كده فعلا شيء رائع جدا حوالي السادات ان هي تدرس الانشورنس كونتراكت. الكليه الوحيده اللي بتدرس الانشورنس كونتراكت، الكليه الوحيده، باقي الكليات بتدرس السوشيال انشورنس as a part of labor law، التامين الاجتماعي يعني عقود العمل والتامين، لكن انشورنس كونتراكت لا. خلي بالكم السوشيال انشورنس زي ما هنشوف ان شاء الله في الشابتر الجاي ابارت اوف انشورنس كونتراكت اور انشورنس برودكتس، لكن الانشورنس هنا مفهوم اشمل واوسع من السوشيال انشورنس. حسام فاهمني يا حسام؟ طيب، بالتالي كل مفصل في مفاصل اقتصاد الدوله بتلاقي فيه شركه تامين، بتلاقي فيه نشاط تامين، بتلاقي فيه نشاط تأميني، وبالتالي هي عصب الاقتصاد القومي، عصب الاقتصاد القومي، محرك من محركات الاقتصاد القومي، بتساهم. خلي بالكوا يا أولاد، ما بيكون عندي تضخم زي اللي عندنا حاليا، أوكي، سلوك شركات التأمين، ويمكن ده يمكن اللي انا قصدت ان انا اجيبها يعني في السلايد اللي بعدي ده كمان، يعني انشورنس اندستري بلاي فايتال رول ان سبورتنج ايكونومي سوشيال ايكونومي سبورتنج سوشيال ايكونومي اند جروينج ناشونال انفستمنت. مش بس كده، هي مش بس بتقدم بروتكشن بات فاينانسنج national investment and development plans. Making available between the opportunities for jobs, new jobs, and alleviating the impact of inflation. التضخم اللي ممكن يحدث في البلد
سلوك شركات التأمين ممكن تبقى مساهمة أو بشكل أو بآخر فيه، بشكل أو بآخر. مش معنى كده أن شركات التأمين هي المسؤول الوحيد، لكن بشكل أو بآخر تبقى influence the conduct of insurance, influence and inflation. Okay. طيب احنا قلنا يا اولاد الانشورنس كونتراكت او الانشورنس ماركت از ا سبجكت اوف تو سوبرفيجن اند ريجليشن باي انشورنس لو نمبر 10 which enacted in 1981 but and its amendments but still civil law consider a reference of insurance contract regarding two facts, case which not regulated by insurance law. So, هنتكلم بعد كده على the function of insurance. عندي protective وعندي preventive وعندي financial function. ساكن دلوقتي لسه بدري. بروتكتيف احنا قلنا يا اولاد يعني هنكتفي بجزء عشان ليبر لو. طيب زي ما قلنا يا اولاد البروتكشن فانكشن Insurance contract provide protective or protection for insured either individuals or companies or investors. Okay. ده معناه ايه؟ ده معناه ان the possibility of occurrence either danger or random event create worry. Such worry may be results, conducts from persons, particularly to save certain amount of money. To protect themselves against possibility of random event, either positive or negative. Such conduct share results inflation. Okay, so insurance contract provide preventive function for insured against risk. Such event had to be evaluated by money. So in such regard, consider a financial function. Protective. احنا قلنا يا اولاد ممكن يكون هنا ايه ممكن يكون هنا بوزيتيف او نيجاتيف. نيجي للبريفنتيف. طيب البريفنتيف فانكشن بيلت راوند each party had to do his best to prevent subject of contract اللي هو possibility of event and the consequences or financial burden which may be results from such event. Okay, so there are many positive effects of risk financing through insurance
So it is all eliminating wars related to loss, related to loss experience or occurrence of sudden or random event, which leads to increased financial needs. Either event were positive or negative, but had to, such event had to increase the financial needs, which ensured by him or herself or itself, if ensured well, legal entity, شخص القانوني, شركة, legal entity, okay, could not carry alone insurance, built around, spelled the risk or the burden of such a risk from insured to larger community. So such target shall either eliminate or limit the burden of such random event. Financial security for loved ones. If insured make an agreement, insurance agreement for his kids or loved ones. الشخص اللي بيحبه. Okay? Certainty and financial stability. يحقق اليقين ويحقق الاستقرار المالي للدولة وللشخص نفسه. Increase financial credibility. The release or the release of funds which would otherwise be used to cover damage. يحقق الاستقرار المصداقية المالية والاستقرار المالي زي ما قلنا في الايتم اللي فات, ويخلي الناس تعمل ريليز للبالك اوف ماني اللي هم اساسا ممكن يستخدموه او معينينه عشان يستخدموه في مواجهة هذا الخطر. الكونكلوجن اوف certain types of insurance policies allows to collect saving using investment funds. Okay, such funds accumulated in this way can be used to secure income or in old age or mortgage or future offspring. الناس سواء أشخاص طبيعية أو أشخاص اعتبارية legal entity بيقرروا إن هم لو ما فيش تأمين هيشيلوا جزء من الأموال, لا عشان يأمنوا الخطر المحتمل, لا هنا التأمين هيعمل إيه يا أولاد, هيخليهم يفرجوا عن الفلوس دي وبالتالي هيحصل انتعاش في الاقتصاد القومي. طيب هذا فيما يتعلق بالfunction of insurance, classification of insurance and insurance products. عندي أولاد الclassification, الinsurance product بصفة عامة بتعتمد على إيه؟ على package of services which shall provide for insured party. Okay. الباكج ده بيبقى مقابل بريميوم. عشان كده we can classify insurance contract or insurance products according to certain criteria. First one, according to compulsory or voluntary insurance. وده أشك ال compulsory
compulsory وال voluntary. ال voluntary هنا مش يقصد ال voluntary of conduct اللي احنا اتكلمنا عليها، لا، ان تكون انت هنا عندك الاختيار ولا انت compel compulsory. زي ايه؟ التأمين ضد السيارات والحوادث، زي compulsory insurance. ممكن يكون زي مثلا ايه، بيكون الكومبولسري ده required by law عشان تطلع رخصة العربية، لازم تعمل ايه؟ تأمين وثيقة ايه؟ وزي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت، هو تأمين ده يعتبر للثيرد بارتي، يعني هنا في بنفشري. التأمين للغير اللي انت بتعمله كومبولسري وانت جاي ترقص، ده تأمين للحوادث اللي انت ممكن ترتكبها لصالح الغير. الغير هنا بنفشري هنا ايه؟ مش ديفينت، مش محدد. هل ده فولنتري ولا كومبولسري؟ كومبولسري، ده اجباري. يبقى عندي التأمين وفقا، يعني تقسيم خدمات التأمين وفقا لتحديد القانون او تطلب القانون. القانون بيتطلبه ولا ما بيتطلبوش؟ بنقسمه لتأمين اجباري وتأمين اختياري. تأمين الاختياري انت تروح برادتك شركة التأمين تقول لهم انا عايز أأمن على حياتي، أأمن على ممتلكاتي، أأمن على عربيتي، أأمن. لكن عندي تأمين، خلي بالكم في التأمين في الفولنتري انشورنس انت بتحدد مين اللي هياخد الانر تاون مقابل التأمين، يا اما انت يا اما هيكون هنا البنفيشري هنا ايه؟ ديفينيت محدد. الكومبولسري هنا بيكون هنا انديفينيت مش محدد. اي شخص اللي هو ثيرد بارتي، ثيرد بارتي هيحدث ليه حادثه بسبب سلوكك او بسبب العربيه او بسبب اي مكان، سبب تطلب القانون للايه؟ للتامين. هنا اجباري مش اختياري، فبنقسمه هنا يا اولاد ليه؟ اجباري واختياري. تاني كرايتيريا، according to number of insured objects، هل الانشور ده شخص ولا يعني individual ولا collective؟ زي على سبيل المثال أما بيحصل collective insurance contract، أو مثلا factory، شخص يأمن على عمال المصنع، ما بيأمنش على أشخاص. وهندرس هنا collective insurance إن شاء الله في الشابتر الجاي. هو بيأمن على العمال، بمعنى لو عامل راح وعامل جه، اللي جاي ده بيخش ضمن الايه؟ التأمين. اللي راح ملوش، هو بيأمن على عمال المصنع. اوكي؟ الكولكتيف انشورنس ان ويتش ذا سيستم اوف بيرسونال ريسك اسسمنت ذا ليفل اوف بنفيت اور بروفيت اوف سيرتن جروب اوف انشورد بيرسونز. خلي بالكم يا ولاد، احنا قلنا واحده من اهم الكاركترز اوف انشورنس كونتراكت ان هي عقود ايه؟ لا، غير انها احتماليه. اديجن، برافو عليك. عقود اذعان، تيك ات اور ليف ات. اوكي، الكولكتيف انشورنس بروفايد اكسبشن conditions، وبيدي possibility for negotiation. ال personal أو ال individual insurance لا، adhesion. أنت بتجي لك ال policy توقع على take it or leave it. التأمين الجماعي هنا لا، بيدي فرصة negotiation، إنك تتفاوض يا إما على كم البرميومز أو تتفاوض على شروط التأمين نفسها.
يبقى ده خروج استثناء من الاصل ان هي عقود ايه؟ تيجي ان عقود اذعان. طيب كمان السير ذا كرايتيريون اوف ديفيجن بيرسونال اند بروبرتي، اشخاص او ممتلكات، هذا فيما يتعلق بالانشورنس كونتراكت، ديفينيشن اوف انشورنس كونتراكت، البيربز اوف انشورنس and classification of insurance products. في أي سؤال يا أولاد؟ في أي سؤال؟ طيب